في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا، وفي ظل عربدة الاحتلال وتنكره للقوانين والقرارات الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي، فقد قررنا أن نضع حداً لكل ذلك بعون الله، ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب. من هو هذا الرجل الذي يقف وراء كل مخططات عملية طوفان الأقصى؟ من هو رجل الظل الذي هز أمن إسرائيل على مدار السنوات الأخيرة؟ من هو الرجل الذي فتت كبد الأمن الإسرائيلي بحثاً عنه على مدار 30 عاماً؟ كيف تبدو تفاصيل جسده؟ تفاصيل وجهه؟ وحتى نبرة صوته؟ كل تلك التفاصيل الخفية التي لا يعلم عنها أحد غير عائلته المقربة، وقيل أن عائلته حتى لا تعرف أنه هو ذاته المدعو أمام العالم والمعروف باسم محمد الضيف. نحن شعب قهرنا وظلمنا وطردنا من ديارنا. الضيف رجل الظل الذي لا يظهر أمام الشاشات ولا تحت الأضواء بصورته الحقيقية، لكنه هو المتحكم والمسؤول الأول عن عمليات كتائب القسام ومخططاتها كافة، قائد أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على مدار 4 حروب سابقة على غزة، بالإضافة لحرب طوفان الأقصى المندلعة الآن بين القسام وجيش إسرائيل على نقاط تماس مباشرة خارج وداخل قطاع غزة المحاصر. فكان لابد من أن يأتي الرد بحجم تلك الجريمة، بل يعلم العدو أنه سيدفع ثمنا باهظا لتلك الجريمة الشنعاء. وتعتبر عملية طوفان الأقصى مباغتة ونوعية أحبطت قوى إسرائيل الأمنية المحصنة وأفشلت كل أنظمة مراقبتها الحديثة التي تعمل على مدار الساعة والدقيقة والثانية داخل قطاع غزة. أيها الغرباء عن أرضنا، لقد عجز آباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا. هذه العملية أربكت كل أنظمة الجيش الإسرائيلي وأوقعت به خسائر لم يشهدها طوال فترة احتلاله لفلسطين. أعداد القتلى فاقت 1000، وهناك ما يقرب من 3000 جريح، إلى جانب عشرات المستوطنات والمواقع العسكرية التي سقطت. المدهش لإسرائيل والسؤال الأكثر حيرة وصعوبة هو: كيف استطاع رجل الظل محمد الضيف البالغ من العمر حوالي 60 عاما أن ينفذ كل تلك المخططات وهو قعيد لا يقوى على الحركة الطبيعية، حيث يقال أنه تلقى إصابات جسدية بالغة كانت إحداها في قدمه والأخرى في عينيه، تسببت له بالعمى الجزئي أو الكلي وفق الترجيحات، وذلك بعد محاولة استهداف له باءت بالفشل، إلى جانب مئات محاولات الاغتيال التي لم تؤتي أكلها وفشلت أيضا، لدرجة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت عليه لقب المقاتل ذي 9 أرواح أو الرجل الأفعى، لأن المعلومات التي تعرف عن هذا الرجل تكاد تكون شبه معدومة. وإذا ما قرن الضيف بقادة فصائل الجهاد الأخرى فإنه يعتبر الأطول عمرا والأكثر حيرة لإسرائيل على الإطلاق، فلم تسنح لإسرائيل حتى الآن فرصة التأكد من شخصه بالفعل. يعرف عن الضيف أنه كان ملازماً لصديقه الراحل يحيى عياش الملقب بالمهندس، نظراً لأنه كان الأكثر حنكة وقدرة على إدارة العمليات العسكرية في الضفة وغزة، وهو أكثر الأشخاص تأثيراً في عقلية الضيف الذي طور فكر المهندس وأصبح يرتكز على تكنيكات حديثة مباغتة لإسرائيل من خلال عمليات منظمة معد لها جيداً بحسابات دقيقة كما جرى في الأيام السابقة. يصنف الضيف على أنه المطلوب رقم 1 لإسرائيل والمدرج على قوائم الإرهاب الدولية وفق تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015. والضيف هو لقب نسب إليه لأنه لا يمكن أن يتواجد في مكان لأكثر من ليلة واحدة، لكن اسمه الحقيقي هو محمد دياب إبراهيم المصري، الذي لم يظهر على الإعلام إلا 3 مرات طوال فترة عمله العسكري، حيث ظهر متخفيا في الظلام مع تغيير نبرة
صوته للفيديو المسجل، ولم يخرج في مرة إلا وكان وراءها مخطط عسكري فريد من نوعه. لذا يعتبر إعلان خروجه لأي خطاب أو تصريح أخطر أمر قد يهدد نوم إسرائيل على الإطلاق. وهذا ما حدث فعلا بعد خطابه حين تم الإعلان عن بدء عملية طوفان الأقصى. أن طوفان الأقصى أكبر مما يظن ويعتقد.